صلاة واحدة في الحرم تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. هل في أحد منكم أجرى حسابا كم يحتاج الإنسان من الوقت من الأيام حتى يصلي 100,000 صلاة؟ أنا أقول لكم يحتاج 55 سنة عشان تصلي 100,000 صلاة. شوف الفضل العظيم يا أخوان الكرام، صلاة واحدة تعدل لك عمرا ثانيا إضافي 55 سنة، كلها طاعة ما فيها أي محرم، كلها صلاة. طيب إيش رأيكم لو صلينا 5 صلوات يوم واحد في الحرم؟ تعادل 277 سنة يوم واحد، 10 أيام 2700 سنة وتزيد. شوف الفضل يا أخوان الكرام، أعمار 60 و70 ممكن نجعلها أعمار، أضف عليها ليلة القدر أكثر من 80 سنة ليلة واحدة، ليلة واحدة. فهذا نسميها الأجور المضاعفة. العاقل يكون تاجر مع الوقت، يستثمرها. أنتم الآن في الصلاة، انتهيتم من صلاتكم، دعوني أدلكم على شيء مهم جدا يا أخوان. أنتم تعملونه ولكن من باب التذكير بنعمة الله. يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان أو خلتان لا يعمل بهما رجل مؤمن إلا دخل الجنة، وهذا من استثمار الوقت بالعمل القليل ويعطيني الأجر الكبير. قال وهما يسير والعامل بهما قليل. قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال إذا انتهيت من صلاتك تذكر الله فتكبر الله 10 وتسبح الله 10 وتحمد الله 10. أقل درجات وصور التسبيح هو هذا لك. إذا كنت مستعجلا تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 يكفي. يعني ما داعي تقول 33 33، هذه صورة من صور التسبيح بعد الصلاة وهي أقلها. ثم قال وإذا أويت، فقال صلى الله عليه وسلم تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10. قال عليه الصلاة والسلام، والأرقام اللي تسمعوها أرقام في الحديث ليست من عندي، قال صلى الله عليه وسلم فهذه 150 باللسان. 10 و10 و10 كم؟ 30. والرقم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم 150، من أين جاءت 150؟ من الصلوات الخمس. في كل صلاة 30 30 30، سير المجموع كله 150. قال فهذه 150 باللسان و1500 في الميزان. ما شاء الله، 1500 والله ما أظنها تتجاوز دقيقة أو دقيقة وشيء قليل. 1500 والله لو في شركة تعطيك على اليوم 1000 ريال لتذهب معهم تشتغل ليل ونهار، عشان في نهاية السنة بيعطوك 30,000 وهم يشغلوك 10 ساعات ولا 20 ساعة، وهذه دقيقة واحدة تعطى بها 1500 حسنة. ثم قالوا وما الثاني يا رسول الله؟ قال إذا أويت إلى فراشك فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34، فهذه 100 باللسان و1000 في الميزان. شوفوا يا أخواني الكرام، قال صلى الله عليه وسلم فأيكم يذنب في يومه وليلته 2500 ذنب؟ إيش علاقة الذنوب بالموضوع؟ لأن الحسنات تذهبن السيئات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الأجر الذي أعطيته حسب لك حسنة وفي المقابل يمحو سيئة، وهذا من فضل الله عز وجل. الأمر الثالث يا أخوان الكرام، استثمار الزمن الفاضل. إيش استثمار الزمن الفاضل؟ لاحظوا معي هذه الملحوظة التي لاحظها للعلم. الله جعل البركة في الأثلاث الأخيرة من الأزمان، انتبهوا لهذا يا أخوان الكرام. نحن عندنا اليوم والليلة، إيش أشرف فيها؟ الثلث الأخير من الليل لأن الله ينزل فيه، هذا في اليوم والليلة. عندنا الأسبوع، الثلث الأخير هو أشرفه لاشتماله على يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام عند الله، فيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم إلى آخره. يوم الجمعة نفسه أشرفه الثلث الأخير، ليه؟ لوجود ساعة الاستجابة قبل المغرب. انتهينا من هذا، ندخل في الأشهر. الأشهر يا أخوان الكرام أشرفها رمضان، وأشرفه الثلث الأخير منه، وأشرف الثلث الأخير منه الثلث الأخير من الثلث، وهكذا. السنة نقسمها على 3 لنحصل على الثلث، يصير عندي 4 أشهر الأخيرة تبدأ من رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، وفيها ركنان من أركان الإسلام، اشتملت على ليلة القدر، اشتملت على رمضان، اشتملت على العيد، اشتملت على يوم عرفة، اشتملت على يوم النحر، اشتملت على الوقوف بعرفة، اشتملت على الحج. كل هذه الفضائل في الثلث الأخير،
ومن هذا من فضل الله ولمن تأمله من رحمة الله، لأنه جعل هذه الأشياء الماحية لذنوبنا المعطية الأجور المضاعفة جعلها لنا في نهاية العام، وهذا من فضل الله. لأن إبليس يعمل معنا مع بداية العام، يشتغل معنا إلى نهاية السنة، فنهاية السنة يمحو الله كل ما فعله إبليس إن كنا في عرفة، وأما إن كنا في غير عرفة فإن الله يمحوه بيوم عرفة بصيامه. فلو صمنا يوما واحدا كفر الله به ذنوب سنتين ماضية وقادمة. شوفوا يا أخوان الكرام الفضل والعظمة في هذا الجانب يا أخوان الكرام. فعلينا أن نستثمر مثل هذا. أخيرا يا أخوان الكرام، احذر المقابل، وهو أن تكون الذنوب تزداد عليك وأنت في قبرك. يقول الحمام الحسن البصري: ويل ثم ويل ثم ويل لمن مات وبقيت ذنوبه بعده 100 أو 200 سنة. كيف يكون هذا؟ هذا من سن في الإسلام سنة سيئة. فتح له محل والناس فتحوا مثله، قال كلمة والناس اتبعوها، دعا إلى ضلاله والناس وراءه. انتبهوا من هذا يا أخوانك، من أخطر ما يكون على الإنسان يا أخوانك. وفي المقابل استثمر حتى وأنت ميت. كيف تستثمر وأنت ميت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، صدقة جارية، علم ينتفع به. وزد على هذا الدال على الخير كفاعلة، وزد على هذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قد لا تعمل شيء، تجي لمكان تقول الله هذا مكان مسجد، يا جماعة دعونا نبني المسجد، دعونا نفعل فعل فلان، فيستجيب الناس فيبنى المسجد، فلك أجر من صلى فيه إلى يوم القيامة. ولذلك أجورنا كلنا وأجور هؤلاء البشر وأجور الناس منذ أن بدأت هذه البعثة، منذ أن بدأ الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، من غير أن ينقص من أجور الناس شيء، لأنه أول من دعانا إلى هذا. فلنكن مفاتيح خير بكلامنا بآرائنا، لا نكون مفاتيح شر يا أخوان الكرام. هذه أيها الأخوة الكرام خواطر سريعة أحببت التذكير بها في هذا الموقف. أسأل الله عز وجل أن لا يفرق هذا الجمع إلا بدم مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على